هنرجع لك تاني. سهى، سهى انت سنجل مام، و يعني خضتي اكتر من تجربه، خطوبات اتفسخت وانفصال. احكي لنا حكايتك بقى، وهل يعني بما انك جربت حكايه فسخ الخطوبه ما لحقتيش نفسك في الخطوبه ليه يعني؟ هو اول حاجه طبعا كل شيء قدر ونصيب من عند ربنا سبحان الله وتعالى، يعني كل امر بيحصل في حياتنا هو قدر ومكتوب. ده حقيقي. اهم حاجه يعني انا احب اقولها في بدايه كلامي، ان اي تجربه اي ست مرت بيها سواء هي يعني مخطوبه او تزوجت، اي تجربه صعبه لازم تكون تقول لنفسها انه دي كانت مرحله وعي، مرحله بتزيد من النضج من خلال اي تجربه كويسه هتيجي فيما بعد. وطول ما هي كانت في وقتها ما بتقدريش تفكري بالفلسفه دي خالص. هقول لحضرتك يعني على حاجه، احنا في كل مرحله عمريه بنمتلك وعي معين او مناسب او اليات معينه تجاه السيتويشن اللي احنا بنبقى فيه او الريليشن اللي احنا بنكون فيها، فبالتالي بنتعامل على حسب الوعي والادراك اللي احنا بنكون فيه وقتها. أوكي. زي ما حضرتك مثلا في المره دي مثلا السنه دي بتقولي انا يا ريتني ما كنتش عملت التصرفات السنه السابقه او اللي قبلها، فكل سنه احنا وعينا بنغير وجهه نظرنا بالظبط، نفسيتنا بتتغير، عقليتنا بتتغير، طريقه ردود افعالنا لاي موقف الحياه بتتغير. سهى انا عايز اسالك حاجه، انت جربتي الفسخ في الخطوبه وجربتي اكيد الانفصال. طبعا اكيد. انهي اشد؟ أني الاثنين الابسط الاثنين يعني لا 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 قارنيلي كده الاثنين لا لا مفيش مقارنه، هو الاثنين على حد سواء. لانه انت بتكتسبي اكسبيرينس وبتكتسبي خبره بتؤهلك فيما بعد للتعامل مع شخصيه جديده بوعي اكتر ونضج اكتر. كل مرحله بيكون فيها الصعوبات بتاعتها، لكن كان اسهل لك على فكره ممكن على فكره ولا اسهل لك انك يعني واصعب انك انت انا ماشيه بشعار تتطلق. اللي هو نحن الخسائر ولسنا الخاسرين. طول ما انا كنت الطرف حلوه قوي الجمله دي، نحن الخسائر ولسنا الخاسرين. طول ما يعني انا هتكلم من وجهه نظري المتواضعه، هو الكمال لله وكلنا معرضين ان احنا نكون اشخاص بنغلط في حق الاخرين، بس لما تيجي تقعدي مع نفسك وتراجعي نفسك وتحسي ان انت فعلا ما اخفقتيش وما غلطتيش، فبتحسي ان انت معتزه بذاتك، ان انت تخلصتي من علاقه تكاد تكون احنا هنعيش مره واحده بغض النظر عن مين يقول ايه، احنا هنعيش مره واحده في الحياه. وربنا قال حتى لا ترموا يعني فيما معناه ما ترميش نفسك في التهلكه. صح. فلو كان في استطاعتي وفي قراري ان انا اتخلص من علاقه توكسيك او علاقه مش هتقودني للراحه النفسيه وتقودني ان انا اكون حاسه بالاطمئنان والامان، باي باي مع السلامه. طيب معلش اتفضلي. من انا بتكلم ما هو انت بتقولي الايديال، بتقولي النظريه الصح، لكن انا عايز اعرف بقى على ارض الواقع. أوكي. المضايقات اللي تعرضتي ليها وقت ما فسختي خطوبتك قبل كده، هل يعني اثرت فيكي؟ هل حاجات بايخه؟ هل مجتمعنا هو يمكن هو يا استاذه هو ده بيختلف على شخصيه المرأة في حد ذاتها. يمكن أنا بس من الشخصيات اللي هي ضايقوكي يعني؟ لا لا لا، أنا شخص واثق جدا جدا في ذاته، شخص عارف قيمة نفسه، فعارفة إن أي تجربة أنا باخدها لو ما كانتش هتديني القيمة بتاعتي الحقيقية بمشي وأنا مرتاحة، فما بيهمنيش آراء الآخرين. لأنه لكن على أرض الواقع حد ضايقك؟ حد هو بيحصل مثلا ايه جوزك مثلا هو بيحصل مثلا ايه اتخطبت مثلا كذا مره، فبالتالي اللي جاي سواء جواز صالونات بيختلف عن جواز الحب، ان حد بيحبك فعارفك وعارف قصه حياتك بالظبط، غير بقى جواز الصالونات. طب احنا نسال عليه، طب هي اتخطبت، فاول حاجه بينساق اليها هي فركشت ليه. اوكي هي طيب.